كابتن عادل، كابتن هاني اتكلم على موضوع الضغوط والتركيز. اعتقد من وجهه نظري اعتقد ان الضغوط هتكون اكتر على فريق الوداد. اكيد طبعا، بس خليني اخدك في زاويه تانية كابتن. طبعا كابتن شريف والكابتن هاني اتكلموا وغطوا الامر في حته المكسب خارج الملعب مهم قد ايه، ولكن خليني اخدك لحته تانية اللي هي ايه بقى، اللي هي لما نيجي احنا كنادي اهلي مثلا كسبانين 2-0، دي في مباراة العودة بتغير من فكر المدربين. ماشي. أنا بكلمك من الناحية أخرى. ماشي. فكر الاتنين مدربين. بمعنى يعني مثلا لو احنا قلنا النادي الأهلي هيلعب بأرتياحية ولكن برضو حذر، واحنا طول العمر النادي الأهلي واخد على دي طبيعتنا، واحنا ودي طبيعتنا يعني مزبوط. حتى لو كسبنا 50 بنرجع ما عندناش حتة للمباراة نفسها، وليس كمان خوفا من النتيجه، يعني بيبقى عندنا ثقه كبيره قوي ان احنا هنكسب، ولكن في نفس الوقت لازم نأدي ولازم تكسب ان شاء الله. بس بفكر بقى اللي هو ايه، اللي هو الجهه المنظور الثاني اللي انا عايز اتكلم فيه، منظور الاثنين مدربين. في مدرب هينزل عاوز يخلص نتيجه، وفي مدرب ممكن يحافظ، فاللي هي بتدي يعني مثلا بتدي للنادي الاهلي اكتر مثلا افضليه ثلاث نتائج سيناريوهات مظبوط. اما هو اللي عنده سيناريو واحد، صح، اللي هو عاوز تعويض، وبعد صح التعويض عاوز يكسب، ولو هو اكبر طموحاته ان هو عاوز يعوض ويخلي يرجع الموضوع للحظ في البنالتي. لكن عشان كده انا بقول لك انه من ناحيه النادي الاهلي يبقى في ثقه اعلى، اللعيبه تقدر تنفذ، ولكن في برضه خوف شويه من الفرق اللي هي ما بتبكيش على حاجه في الوقت ده، اللي هو ايه، اللي هو ممكن تعمل ريسك. أيه. ريسك، ورغم ان انا شايف ان المدرب بتاعه مش هيعمل الريسك ده من بالزبط. الاول هيعمل حذر وهيقسم بالزبط الملعب. اصل الطبيعي اي مدرب عاوز يجي يخلص، وده سيستم في كره القدم او في التكتيك في العالم، يعني انت عشان يعني تغير نتيجه انت خسران هناك مثلا 2، فعشان تغير فلازم تقسم المباراه ازمنه ووقت، هتلعب بطريقه ما جاتش هتحاول بطريقه تانية ما جاتش. زي لو افتكرنا مباراه زي مباراه الصفاقيس الاهلي، يمكن اسامه كان معاهم بتهيالي، اللي هو ابو تريكه جول ابو تريكه اللي فات، يعني مانويل جوزيه قبل ما يسافر عمل السيناريوهات دي كلها في مباراه قبليها كان المصري البورسعيدي، انا فاكر قوي ولاني كنت معجب جدا باللي عمله مانويل جوزيه ساعتها. قسم المباريات اجزاء وقال لو ده ما نجحناش ان احنا نجيب الجون في الوقت ده يبقى هننزل مين ونشيل مين عشان نزيد حته هجوميه. فاكيد المدرب بتاع الوداد هيعمل نفس الشكل ده، واكيد موسيماني بيفكر يعمل ده. بيقول لك كمان ان مستر مانويل في الماتش دوت هما كان الصفاقسي كان فرحان بالنتيجه، بيقول لك راح لهم قال لهم مبروك ولكن احنا هنكسبكم هناك. لا وده عمل صحيح ده في استاد القاهره. ده عمل ايه ده ما هو مانويل جوزيه اول ما الحكم صفر اول حاجه عملها نزل الملعب سلم على اللعيبه وراح لهم، كانوا بيهيصوا، دخل زق الباب وقال لهم انتوا فرحانين هنا انا راح اخد الكاس منكم هناك. أيه. ده بدايه العامل النفسي، لكن في المباراه بكره ان شاء الله العامل النفسي بتاعك ممكن يكون ازيد، ولكن بحذر. وفي الاخر المقوله اللي احنا بنقولها دايما، الكوره ملهاش كبير. طبعا حلو مظبوط، ولازم نحترمها عشان تحترمنا.